ليفربول اعلن ميعاد التجمع عشان فتره الاعداد، وجلاتا سراي نفس القصه، وبالتالي السؤالين بيروحوا على طول: محمد صلاح اللاعب المتوقع ان ينضم في قائمه حضرتك، ومصطفى محمد اللاعب المهاجم الاساسي في تشكيله حضرتك. فهل في اي تنسيق تم او اجراءات اتصالات حصلت مع الناديين؟ حضرتك التجمعات بتاعتهم هتلاقي الشهر ده تمام؟ واحنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا مستنيين، لان احنا معدنا من 30/6، يعني مصطفى كان معايا النهارده تقريبا التجمع بتاعهم هيبقى يوم 15 او 14 تقريبا. يوم 15 تقريبا بعد الاجنده على طول. تمام؟ ف يعني احنا يعني خلينا نقول ايه؟ هنرصد كل حاجه موجوده. نتمنى ان في النهايه يعني برضه، لان احنا ما زلنا بنقول ودي حقيقه، الرغبات بنسبة 100% موجودة. تمام. لكن القرار بنسبة 100% مع النادي. تمام، مفهوم. ويعني ما عشان في ناس يعني الموضوع ده فيه لبس شوية. احنا بنبني الرغبة عندنا بنسبة 100%. اللعيبة بادية الرغبة نجم كبير، نجم عالمي زي محمد صلاح، أو نجم في طريقه للنجومية زي مصطفى محمد، أو برضه نفس الموضوع كان عند عمر يعني بالمناسبة، يعني مظبوط. كله ان احنا بنتعامل مع لوائح. تمام. انت بتتعامل معاها فبتتعامل مع دي، فاحنا بنامل يعني نامل يكون الرغبه دي او التوفيق ده يكون في صالحنا. لكن في النهايه اي قرار هيتم احنا متقبلينه، لان في النهايه مصلحه اللعيبه. بس مفيش مؤشرات، لان مثلا جلاتا سراي عندهم ماتش في التصفيات المؤهله لدور المجموعات في دوري الابطال يوم 22/7. مظبوط. وده متعارض. والماتش الثاني يوم 27/7. ايوه. وبعدين لو وصلوا للدور اللي بعده هيلعبوا يوم 4. ايوه. وهيلعبوا يوم 10. ولو وصلوا للدور اللي بعده هتبقى بعد البطوله. مظبوط. يعني كل بص يعني لاحظ ان احنا كل حاجه عندنا مظبوط مدروسه لأن يعني. لان احنا بنشتغل في الاخر في عندنا هدف. والهدف كبير، مش فعلا يعني انا بتكلم الهدف كبير والطموح كبير. والطموح والهدف لازم تشتغل في كل حاجه فيه. انت بتشتغلها صح. تمام. بعد كده اذا وفقت في ان الهدف ده او وفقت ان كل حاجه تبقى صح، اكيد هتجيب نتيجه. واحنا معلمتنا بطريقه حضرتك في انك بتدرس كل الامور باهتمامك بكل التفاصيل، ده اللي مخلينا يعني مطمنين، وان احنا شفنا نتيجه ده كتير مع حضرتك كابتن شوقي. لكن هسالك سؤال وانا بختم مع حضرتك، ممكن يكون بعيد شويه، لكن احب اعرف باهتمامك بالتفاصيل، هل قررت مرحله ما بعد المنتخب الاولمبي وبعد انتهاء الاولمبياد الكابتن شوقي غريب الى اين او فيما يفكر؟ بص انا مش يعني انا والله كل تفكيري وكل تركيزي في هذا الموضوع. يمكن عندي عروض الحمد لله، وعندي حاجات ممكن اوقعها دلوقتي. تمام. لكن خليني اكون صريح معاك. يعني انا المهمه اللي هي اللي احنا فيها صعب يعني ما بتتكررش كتير. انت بتتكلم في كل 4 سنين، وكل 4 سنين اجيال من اللعيبه واجيال من الناس بتختلف وبتروح وبتيجي وبتيجي ناس ثانيه. الحمد لله انا ربنا كرمني ان انا شاركت في الاولمبياد كلاعب زي ما شاركت كلاعب في البطوله الافريقيه وخدت بطوله، شاركت وانا مدرب وخدنا بطوله. اتمنى ان احنا وصلنا لدور الثمانيه مع كابتن عبد الصالح الوحش في 84. ايوه. اتمنى ان احنا نحقق حاجه اعلى. يعني ده الهدف ان شاء الله قدامي دلوقتي اللي مركز ان شاء الله ميداليه كمان. الحاجات الثانيه دي يعني بص يعني خلينا اقول ايه، يعني خلينا نشتغل، والحاجة هتجيلك صح او هتروح لحد تاني ده رزقه. يعني تمام. مش موضوع العروض الحالية من مصر ولا من بره مصر؟ بدون تفاصيل. والله انا عارف والله في من مصر وفي من بره مصر. اوكي تمام بصراحة يعني. ربنا يوفقك وان شاء الله نبارك لك قريبا جدا خلال الشهرين اللي جايين على ميدالية أولمبية لمنتخبنا الأولمبي بقيادتك كابتن شوقي غريب. بشكرك جدا على وجودك معنا، وبالتوفيق فيما تبقى من المعسكر المقام في السخنة بيتخلله مباراتان، والمباراتين أمام جنوب أفريقيا.